السلام عليكم اخوان، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، وياكم محمد. واليوم ان شاء الله راح نكمل بلعبة امونج ذا سليب او بين النائمين. اذا ما شفت الحلقة راحت راح اخليك اياها هنا فوق، شوفها حتى تفهم القصة وتفهم اللعبة. همين ارشي وصلنا هنا، هي مو بالضبط هنا بس كان اكو قبلها شو مثل ترى يعني هذا شو اسمه بوري، فما منا اي فائدة احط لكم اياه بالمونتاج، شلته. فوي ويل نكمل من هنا. سو هذه الذكرى الاولى اللي حصلناه بالفيديو الراح، وخليناها بطن هذا ما ادري شنو الزجاج ما ادري شنو. فالمهم هاي الذكرى الاولى ان شاء الله راح نلعبها ونستكشف شنو الفيلم. وفي ناس هذول يلعبون من هنا من نفسهم يسوون ضوء بيوتيفول. اللعبه انا صراحه اخوان متونس فيها، مع انه ما لعبنا غير شويه بس واللي هو الفيديو الراح، بس ما ادري انا حبيتها ليش؟ لأنها يعني لعبة غريبة وما تفهمها. أنا الألعاب الغريبة يعجبوني. هاي البوم ولا شو؟ صوت الأم هاي. نايس، ثانك يو. لقينا بوما. ودا فوق هذا شنو؟ أخي امشي شبيك. امشي يا معود. Over there. It looks like another memory across that bridge. Ooh, ذكرى أخرى. هذا ما ندوس عليهم إخوان لأن الله يرضى اللي يحكي ويدوي خراسي حتى يسكت. Okay. Okay. هذا البريدج اللي لازم نصعد له. Is there a way up this tower? Ooh, بومة ثانية. Okay. هذا أعتقد هنا مكان. Okay. Nice. ثاني. Okay. Okay. هذا لازم نحط شيء هنا ثقيل حتى لما نصعد هناك ما ينزل ونقدر نصعد على البريدج. ف بومتين حد هسه محصلين، بعد اكو ثلاث بوم. ندور عليهم علينا الدنيا كامله. اوه مسدود. هاي يمكن بومه. يب بومه ثالثه. نايس. والتفوف. اوه ماي جاد، انا ما اعرف ايش يصير بيني، من ايش يصير. اول شيت وات صباح طبعا مان قاعد يفتح باب. شش عرب يومك. شوف رجلين. اوكي حبيبي والله ثانك يو فيري ماتش. رجلين جتي لي هنا واختفت. نايس ثانك يو. او ماي جاد. اوكي عندنا طريق من هنا وما ادري هناك شو. خلينا نطلع هنا والله. اوكي هاي هنا البوم ما نقدر، بس هاي لازم اريدها. اريدها شلون؟ ممكن اكو طريق لها. اوكي صراحة ما اعرف، هذا الطريق مسدود ما منه فايدة. شوف لنا طريقة ثانية بالله. اوكي هاي ما ادري ليش العين حمراء، شكلها يخوف يلعب بنوت وسمين. اوكي هاي طريقة هنا. وات ذا فوفو. اوكي هاي بومة هنا ثواني، هاي ما تنشال، اذا لازم نوقعها بالتاير. يا اخي ايش بيك انت توقع؟ يرحم عليك. نايس. وش هذيك تتحرك؟ والله ما شان تتحرك. يا اخي شنو هالاخبار؟ والله ما شان تتحرك يا اخي. تونس حبيبي تونس، بس انطي على الاقل يعني ها شويه بحبحها، مو بلاش اللعب. اوكي حبيبي رحم الله والديك، العب على حسابي ما اريد كل شيء منك. اذا تخرعني العب على حسابي. اوكي اوكي تعال انسحبوا انتو، انسحب انتو حبيبك هذا مصير. هذا الطريق من هنا ايزي. خلاص ما يطلعش صوت دقات قلب.
هذا الشيء. اوكي ننزل من هنا حبيبي. واحد سد علينا الخرا المخرج. اوكي اللي مو عانق الدنيا اخوان. كريبس مي الي همين. ماي ماذر ثانك يو على يعني سؤالك على الحجية. هاي البومة خلينا ناخذ ان شاء الله ما توقع فيه. هولي مولي. اوكي هاي من الطريق. سيد. شو وجهك؟ اوكي هذا قبل شوي شفناه. قلت لكم هذا مخرج. معود. صراحة ما اعرف ايش كم بومة حصلت. لان اني حطينا اثنين هناك. ما اعرف اعتقد جمعت اثنين ثانيات. اوكي هذه ثلاثة خمسة. نايس. هسه لازم يكفينا حتى نصعد على البرج. وات ذا شيت يا اخي. اوكي لازم نجيب ان شاء الله اللخ. ان شاء الله هاي من هنا طريق. نايس والله. نايس نايس نايس. هسه اقدر هاي شنو. اوكي هاي اقدر اشيل واحدة ثانية. شيل الهاي. حلوة. نايس. جبت البومة سادسة. اوه شيت. اوكي ان شاء الله ست. هولي شيت. اوكي ما رفع الحق له شنو. اوكي صراحة ما راح اروح له. خلينا نحط اخوان نرجع لهذا ايش حصل لي. اوكي هاي السادسة. ثلاثة ستة. اوكي ست بوم ما حبالي خمسة. نايس ان شاء الله يكفون. نايس حلوة. ست بوم حبالي خمسة عني. بس نقدر نفوت جوا الله يستر. ما اعرف شنو المنتظرن يعني صراحة. انبط حبي. اسحب. اوكي الاصوات يا اخوان الاصوات. اصوات ما ادري شلون. يا حبيبي بالبوم هاشم ذكرى جديدة. كان كلش غريب. ان شاء الله ما يوقع فيه. هاي الذكرى اللي قبل شوي شفناها على الجسر. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. الذكرى الثانية هاي. ولا هل بسرعة هاي عشان هاي فكرة جديدة تعتبر. Finally, we must be getting closer. Okay, I think خلصنا من الذكرى الأولى. بس أعتقد نرجع للبيت نحطها حتى يفتعدنا الذكرى الثانية. Nice. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Okay. Thank you very much. ممكن تحطها. Nice. هاي الذكرى الأولى حصلناها هي اللي قلادة كانت. هاي الذكرى الثانية. صراحة راح ألعب الذكرى الثانية همينة. لا بالعكس. لأن ما راح أخلي لكم فيديو طوله 5-7-8 دقائق. يا أخي سدها. لا على انه ما عاد اعرف اسد لا يا اخي. افضها. نايس. اوكي راح ندخل الذكرى الثانية يا اخوان. Yes, she sounds clearer now, don't you think? ما اعرف شنو الفائدة صراحة من الذكرى الأولى ما افتهمتها كلش. يلا يلا. يلا حبي يصعد. يلا شيلك على كتفي امشي. شوف الذكرى الجديدة شو الوضع. Let's go.
اوكي الذكرى الثانية ان شاء الله ما اتأخر او تكون ذكرى سريعة. او ماي جاد اوكي هاي الذكرى ما تبشر بالخير صراحة. What is this place? I think we should keep quiet. اوكي انا يمين اقول انه لازم نبقى هادئين شوية. ما اعرف شلون الشجرة بنص البيت بس اوكي. Oh my god. Oh my god. Those floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. هاي يقول هذول ايش اسمهم؟ وين قاعد تترجمكم؟ هو كل شيء. اوكي تلف قطاع لازم نجيبهم. نايس. نايس نايس نايس. This is very beautiful. بس مو وين نجيبهم؟ هاي أول قطعة. هاي قطعة. نايس. اوكي القطعة اوكي مخبيهم هنا. نايس هاي قطعة بعدها. أنا خليني أحطها. هاي تجي هنا مكانها. يا أخي حطها يا حبيبي. اوه انفتح. نايس 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 نايس. اوكي خليني ندور بالله وانا اشوف شيء ممكن. اين عندي الذكرى؟ اوه ماي جاد. اوه شت عالم كامل. اوكي ان شاء الله ما نتاخر حتى نلاقيها حتى نكمل الذكرى على السريع يكون والفيديو ما يطول. يعني كمل شو صرنا مستنقع شنو هذا يا حبيبي؟ هذا والله العظيم كل شوي يخرعني. لا 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 يعني الا تسحب يا اخي. والله صوت واحد بالماي هو قاعد ما ادري شنو فيلمه يا اخي. الاصوات تخوف. يجينا واحد يقول لي السلام عليكم رجع لوبي. شباك هاي شكله شو غريب. هاي الشجرة الطاردين يرحم عليك. Come on man. مولي مولي حفظ شيت. شو صارت الدنيا حمرا يا اخي. اوكي نار ما اعرف يا اوه ماي جاد. اوكي هذا خليني نسمع بالله. نايس 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 نايس. اوكي حلوة شيت. هاي طريق منه ممكن راح ناخذها ويانا. اوكي لا بس اللعبة مو مفهومة طبعا. اللعبة ما قاعد افهمها. اوكي بطل روحاني. اوكي هاي شو شكلها غريب يا اخي. القطعة الثانية اريد. اوكي هاي ذكرى. او ماي جاد نايس. اوه القطعة الثانية حلوة. اوكي هاي هي تعتبر. اوه كل شوي تعال شيل وحط ونزل. اوكي نرجع لمكاننا ممكن.
شيت ما أعرف شو ورايا ما راح أضحك. I will not look. Okay, there's nothing. Nice. القطعة الثانية إخوان حصلناها. This place feels. Let's not dwell here for too long. Yep. I don't want to be here also for too long. بس هاي القطعة الثانية. حلوة. القطعة الأخيرة سنجيب. يلا come on. Let's go. Okay, شربت من البير و انتحرت. خلينا نشوف اخوان شنو مختبئ لنا في هذه الذكرى الجميلة. الحفظ اخوان اني من يطلع حفظ اني يرتفع عندي الضغط. هولي مولي خراب يومك. اوكي الطريق من هنا اسحب حظي. هاي افتحها. اسحب مرة ثانية. سنطلع نطلع له شنو الفيلم؟ هرب ان اذا منو نايم هنا؟ معود يلا نشوف ايش قوله. اوكي حبيبي رحم الله والديك على التخويفه بس. كم من نومتك حبي كم من نومتك تصبح على خير. ما اريد اشوف وجهك. يومك بس مو بس قاعد من النوم قعدنا العشرة كلها. ممكن من الشباك. اولي الشيت هاي منو. او ماي جاد. زين هاي راح تجيني لو شنو الفيلم مقفول. شنو فيلم هذا خاطر الله. او ماي جاد قاعد اشوف شيء. هذا خليني افتحها نفتح عشان نعانق اخوان نعانقه. خليني نتعانق بالله وياه. او ماي جاد الشيت راح نروح لها سفري. كمان مان قول يا الله قول يا الله على كيفك وياي. انا قلبي رقيق. والقطعة الأخيرة. اوكي هذا لازم نصعد الشسمة العينتين متأكد. ياب. ترى ما يجينا واحد. هاي ممتع. لا موجودة ولا القطعة. خي تحكم حبيبي والله. ثواني انا قاعد اسحب يا اخي بالعكس. اوكي خليه هيك. نايس القطعة الأخيرة. شوفوا وين شوين تشمه. في هذا لازم ينفتح بالله. أول شيء بس هتقول لي دقة هيك حتى يشكوا جن وشياطين يجونه. مقفول. هذا وين أجيب له باب بالله؟ بجي أقصد أجيب له مفتاح باب شو؟ مفتاح هذا المفتاح. نايس. أحسن نقدر نفتح الباب. هو أنا ما أعرف ليش ما دام عندي القطعة الأخيرة أقدر ممكن أقدر أرجع نفس الطريق. يا اخي جبنا لك المفتاح. ابلع. نايس. انا ما اعرف اذا ما دام اخذت القطعه ممكن اقدر ارجع نفس الطريق واتفادى كل هالسالفه هاي. بس يب هي مغامره اخوان لازم بطريقه من هنا ومن هنا. خلينا نجي من هنا نشوف الوضع شلون. بس
عندنا طريق من هنا. صراحة ما أعرف، أنا قاعد أفرفر بكيفي. شنو وين منو؟ I have no idea. هاي صار في كل اشتغل، انا ما كل شوية بدل بين طريق طريق. اوكي هاي مستوي يا اخي قوم. هاي تنسى الحب. هذا مين؟ اصحف. اوكي هذا لازم اصحف هنا ونجيبه. اوكي حفظ. اعتقد سمعت صوت باب. ما اعرف صراحة شنو الفيلم او شنو الفائدة من هذا. اوكي على مود هاي والله. صوت باب، اكو صوت باب قاعد يندق. مفتاح. اوكي اوكي اوكي. لا لا اخوان هذا الطريق فيه سالفة. نايس يا اخي خراب لنا الصدر. روح دقيت الثلاث مرات، روح ارجع على بيتكم يا اخي. اشوف بعد قاعد يطلع لك صدق كذا. عاد نرجع منطقة نفس ذاك الطريق. أعرف إنه في هذا الطريق لازم نجي منه. الطريق الثاني هذا. أوه ماي جاد. يا أخي نفس الطريق كله الله وفقه. لا لا هاي من هنا صح. شيت يا أخي لا هذا غير طريق. قبل شوية شفته. بس قبل ما نجي هناك بالضبط. وات أم تحاول تضرب الأكل. اوكي نايس. اعتقد راح نرجع على نفس اللوحة اللي راح نكملها. جمعنا قطعتين وهاي القطعة الثالثة. يا بيب 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 مومن بليز لا حد يجيني يا اخي. كمان كمان مان. والله والله ذيك شي، والله ذيك شي، هذيك هي اختفت. هولي شت قرعتني بالله. اوكي ما كملنا بعد شت. اوكي هاي هاي احنا جينا من هنا. نايس ان شاء الله ما تجيني. الحمد لله والشكر. يا الله خرعتني بالله. كل ظني راح تجيني، كل ظني انه راح تلحقني. اوكي القطعة الثالثة. نايس حلوة. اوكي هاي ذكريات طبعا كلها حسب ما افتهمت هو من قاله قبل شوية. اوكي الصورة الأخيرة. طبعا بس ما حصلنا الذكرى الجديدة شيت. او ماي جاد. هاي الام اختفت شيت. اوكي نكون الطريق من هنا. يب يب يب. لا لا يا اخي قوم قوم. بس يعني درينا سنتين ما تعرف تركض لك خطوتين. قوم يا اخي. وات شنو صار؟ هاي راح تلحقني تجيني شيت.
الثلاثة هذولا بس. رب العالمين هو سوي لنا فد السالفة هاي. كيف طريقنا هنا؟ Come on man. Holy shit, please man. أرجوك يا أخي. يا أخي وخر. اوكي هاي الذكرى الاخيره الذكرى مو الذكرى الاخيره الذكرى الثالثه انه كتابك انصت او كم اون قالت الرابت cried and cried she cried so much that her tears filled the bottom of the well. نرجع للبيت. نايس. حلو. اخترعت والله. اخترعت فعلا من كل قلبي اخترعت. الذكرى الثالثة. It's going to be so nice when we're through with all this. And yep. we can play together all the time. Yep. الذكرى الثالثة. حلو. يا اخي. سديت اوكي يلا يا اخي انا عندي عقده وياي ما اعرف شو السوالف. واحدة اثنين نايس. هاي الفكرة الثالثة حلوة. We are getting very close to her. I can feel it. Yep. Oh, she must be so worried about you. I don't think so, but okay. اوكي صراحة يا اخوان راح اوقف هنا وان شاء الله الفيديو الجاي ممكن يكون الفيديو الاخير لان اللعبة كلش قصيرة. فيب اخوان نوصل للنهاية ان شاء الله عجبكم تونست وياي تبوا ايه رايكم بالفيديو لان اللعبة كلش حلوة صراحة انا حبيتها. يعني الرعب اللي بيها مو يعتمد على الجمب سكير انما يعتمد شوية على قلق النفسي عرفت شلون انه يخلي لك الوضع انه يخوفك شوية تعرف شلون انه يسبب لك كل شيء رعب من بطنك. فنوصل للنهاية يا اخوان ان شاء الله عجبكم الفيديو وتونسوا يا تبي رأيكم بالتعليقات. وهذا كان كل شيء عندي. الله معكم سلام.